أيام عيد الفطر المبارك ولسه موجودين في ساحة مسجد سيدنا الحسين، وبنتكلم الحقيقة مع أحد الفنانين اللي موجودين هنا اللي بيبسط الناس. عرفني بنفسك. الفنان محمد الزمان، فنان شعبي ومونولوجيست في نفس الوقت. فنان شعبي ومونولوجيست؟ بقلد ممثلين دايما، بمتع السياح والعرب والأجانب والناس اللي بيجوا، الرواد اللي بيجوا الناحية دي ما بيطلبوش إلا المواهب الفنية والفنون الشعبية. قلدنا بعض الفنانين كده يعني. انا قبل اهم شيء، قبل كل حاجه، انا بشجع الاعلام المصري وبشجع قناه 25 يناير اللي هي بتهتم بالمظاهر الفنيه وبتهتم بفينا كفنانين. عايزك تقلد لي فنان من الفنانين. مثلا الاستاذ مفيد فوزي بيقول لك: الناس في بلدي يتساءلون يتحاورون يتحدثون في حديث المدينه. النهارده في حديث المدينه لقينا إسماعيل ياسين واقف في ميدان التحرير من ضمن الثوار، واسأله وتحدث عنه في حديث المدينة، واسأله: يا سمعة، أنت هنا في ميدان التحرير بتعمل إيه؟ أنا جاي ونازل مع الثوار، مش معنى أنا ما تظهرش. ككل بلاقي والبلا. الفنان محمد نجم، طبعا سمعت عنك إنك فنان كبير ولك دور دايما في المظاهرات. شفيق يا راجل، هات نركب دقن واروح لشفيق. شفيق مين؟ عبد الابوه. الفنان محمود المليجي، ايوه، تسمح لي اسالك، تحب تقول ايه لقناه 25؟ بشرف المعنى فكنا تمار، بشرف المعنى فكنا تمار. اقول لقناه 25 عندهم رجاله زلط ورجاله بتاكل حديد، مش كده برضو يا فتاح يا قصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كانت 25 كانت 100 100، واحب اعرفها من وعين كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المره دي، لكن اعمل حسابك المره الجايه لا يمكن تنزل الارض ابدا. الفنان حسن فايق، تعرف تقول لي قناه 25 تحب تقول لهم ايه؟ مين قناه 25؟ قناه جميله قوي، يا سلام عليها وعلى حلاوتها وعلى شقوتها. الفنان يوسف داود، تعرف تقول لي قناة 25 انت بتتفرج عليها ولا لا؟ دايما بتفرج عليها ولها مستقبل يا رب، بقول لها من جوه قلبي يا رب اشوفك كده دايما كده كل سنة تاخدي تورتاية حلوة من عندي. الفنان احمد ادم، عاوزين بقى ناس، حد من الناس الجداد يا احمد حلمي. الناس الجداد بوحة الصباح. بوحة صباح، ايوه، يقول شبح شبح من الحاج كل سنه وانت طيبين والعيد فرحه وماء وكانت 25 بنحتيكم. ومين تاني؟ احمد ادم. احمد ادم القرموطي، في مره القرموطي ده جاب التليفون فراح رافع كده يقول: انه سعاده الباشا، ابعت لي قوه امن مركزي يا باشا وقوه ادفاع حريق يا باشا. ليه يا باشا؟ ارمط معزته السنعت يا باشا. نعم، جمالات سيبقى في البيت عامله لي حل تمشي، انما ايه تاكل صوابعك وراها ولا ايه يعني يا استاذ؟ انت اللي اسمك عثمان عبد المنعم. عثمان عبد المنعم طبعا كل المشاهدين عارفينه، اللي هو بنضاره التخين ده. ام سعد خلب بيتي، لكن لا اهو انت يا راجل، انت ساكت اهو، حطيت جزمه ببق اهو، ما تزعلش يا اخويا. استاذ امين هنيدي، امين هنيدي اخر واحد، تحب تقول ايه لقناه 25؟ يا لهوية، كفاية بقى 25 ده، قناة جميلة قوي وانا بحييها من جوه قلبي. يا حلاوة عليكم. شكرا ليك، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب، والصحة والسلامة، وعيد سعيد عليك. وانا بحيي قناة 25 لان دي مش اول مرة يسجلوا معايا، وسجلوا معايا في التحرير برضو بمناسبة الثورة العظيمة اللي احنا قمنا بيها. كل سنة وانت طيب، وعيد سعيد عليك. عيد سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين. شكرا ليكم.